كجزء محايد، ودكتور وليد ايضا كجزء محايد ملكوش علاقه ما بين المالك او المستاجرين. المستاجرين بيقول لك ما عندنا قانون، خلاص مش محتاجين قانون جديد. الملاك بيقول لك لا، عندنا احكام محكمه دستوريه واضحه، وبالتالي احنا في حاجه لهذا القانون ولا لا؟ وهل في ظل انه كل ما ندخل في هذا الملف يبقى عندنا هذه الاشكاليه، هتيجي مع مين او ضد مين او مين يبقى صوته اعلى او كذا، ولا لازم تمشي في هذا المشروع قانون وتخلصه؟ لا بالطبع طبعا، احنا نسيب الامور بهذا التشابك مش مطلوب. أيوة. ونزاعات في المحاكم والقضايا وتحميل على وزاره العدل والمحاكم بتاعتنا وتحميل على المحكمه الدستوريه. نعم. انا عايز اقول لحضرتك الدعوه بتاعت المحكمه الدستوريه اللي خاصه بالاشخاص الاعتباريه. نعم. كانت مرفوعه ضد بنك ناصر في 2001. بعد 18 سنة في المحكمة الدستورية صدر الحكم في 2018 وابتدى القانون يطلع في 2022. نعم. فخدت وقت وانتظار، الناس دي طبعا ورثة، والنهاردة أصبحنا مستأجر جيل ثالث ومالك جيل ثالث. نعم. حد كان بعت لي وانا جاي، يعني عارف انا طالع في الحلقه، بيقول لي انا عندي شقه مأجراها ب 5 جنيه وساكنه في شقه دلوقتي ب 3000 جنيه. فازاي يعني انا عندي شقتي بتاعتي وساكنه بره، اللي عايز يجوز ولاده. فالفكره كلها محلوله، يعني الموضوع مش محتاج ان احنا بس ندرس الموضوع. الاحصائيات اولا لازم تكون متوفره ومحدثه. نعم. ودي يمكن نثني على قرار لجنه الاسكان في مجلس النواب انها طلبت في اول جلسه بيان حديث من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. نعم. فكرة إثبات بقى العسر واليسر لدى المستأجرين، ودي الحتة بتاعت السلام والأمن الاجتماعي. نعم. والقاعدة المجتمعية، ودي اللي تهم الدولة. نعم. واللي تهم سيادة الرئيس تحديدا، انه مش هيرمي حد في الشارع. لا يمكن. نعم. قولا واحدا. مفيش حد. لكن انا النهارده زي ما رفعت الدعم على التمويل، زي ما اقدر اشوف، اقدر اشوف الراجل ده قافل شقته من امتى. وقاعد فين. أيوة. مستوى معيشته الحالي قد ايه. نعم. وهو في غبن على الملك ولا لا، لان الملك ده برضه لما عمل الجد، لما عمل العمارة وبناها، كان يقصد بيها تنمية مستدامة لأحفاده. نعم. مش أنا بنيها عمارة ما كنت بعتها تمليك وخلصت. نعم. كان زمان بيقول لك أهو إيراد جاي وبتنمي وفلوس. نعم. النهارده العقار نفسه يساوي ملايين، مئات الملايين، يعني ممكن يبقى 100 مليون 200 و وبيدخل له 1000 جنيه في الشهر. صح. يا ريت اخد بدخل 300 جنيه الجزء الخاص بالنشاط. اقل من كده والله، اقل من 300 جنيه كمان. الجزء الخاص بالنشاط التجاري ده محلول وقولا واحدا ويثبت. نعم. لان النهارده المكواجي اللي كان مأجر ب 10 جنيه رفع اجره البدله والكلام ده ل 40 و50 جنيه. نعم. كان بيعملها زمان بقرش ساق. نعم. فاذا النهارده ده سهل جدا ان انا اثبت النشاط التجاري واحل المساكن التجاريه. كويس. المغلق سهل جدا اثبته. نعم. لان عندي اناره وعندي سحب كهرباء وعندي. اعمل ايه في المغلق ده قبل ما اروح نشوف كمان الناس قالوا ايه في التقرير؟ المغلق ده على طول ادي مهله انتقاليه، ممكن. أيوة. سنه يتحصر فيها الكلام ده. نعم. وفي خلال سنه يكون المغلق ده اذا ثبت فعلا اسلمه لاصحابه، اسلمه لاصحابه وارده طبعا قولا واحدا، لان ده في حبس للعين. حبس للثروه العقاريه، حبس للضريبه العقاريه المستحقه. نعم. حبس لصيانه العقار، في اهدار الناحيه الاقتصاديه اللي اتكلم عليها الدكتور وليد. ده يعني انا لمالك، وانا كان عندي شقه على فكره. نعم. وقافلها وسلمتها للمالك. نعم. وقانون يعني اللي هو كنت مأجرها سنه 92. وبالنسبه لي ما كانش فيه بقى خليه ورجل. كان مجرم، فدفعنا مقدم ايجار. فقاعدين لقيت ان انا قافل الشقه وحابسها، والراجل عايزها شرطتين تحت كلام سياده المحافظ. بس كان في مقدم ايجار بس عشان ما كانش في خلو. لان الخلو مجرم وكان جريمه، وتروح بالبلاغ كده، تروح للمدعي الاشتراكي عليه كانوا بيعبطوه في الاسم. يجيبوه يرد المثلين ويدفع تبرع لصندوق التمويل. الماده 78 بالدستور بتلزم الدوله باتاحه السكن. النهارده الدوله اتاحت. لما الدوله تدخلت زمان ما كانش في اتاحه. النهارده اصبح عندك اتاحه، سكن مصر ودار مصر واسكان اجتماعي. ممكن اعمل اسكان تاني مخصوص لهذه الاشكاليه، لان القصه كلها في الاخر بعد ما نصفي المغلق ونصفي السكني هنفاجئ ان عندنا مثلا ايه مليون وحده. نسبه ضئيله خالص. نسبه ضئيله جدا. انا ما اقدرش في خلال 3 سنين لو عملت فتره انتقاليه الدوله تبني مليون وحده وفي اماكن مميزه، لان النهارده في حتت مميزه جدا. انا بتكلم ال 82% من المشكله. نعم. في مناطق حضريه. نعم. فبالتالي انا عندي اماكن ملائمه واعمل لهم كومباوند وارغبهم يتنقلوا، اللي عايز يتنقل يتنقل، اللي عايز يسيب يسيب.
اللي قاعد فعلا والنهارده شوف عربيته ايه. يعني اللي ساكن النهارده اللي بيقول اصل في النسبه اللي هيبقى عايش على معاشه وقاعد في شقه ب 10 جنيه ده انا معايا الدوله لازم تدعمه وتكفل له ويتعمل صندوق لدعم ويدفعوا له الايجار ويسيبوه قاعد زي ما هو. نعم. ده حل اللي اجتماعي. هم الناس اللي على معاشه وما حبوش، لكن انا النهارده انا سبت الشقه وحفيدي قاعد فيها او او او, أو الجيل الثاني وانا راكب عربيه مرسيدس بالشيء الفلاني وبيدفع 10 جنيه ده بيدفع الجراج بتاعها، انا لست مالكا ولا مستاجر. 500 600 جنيه.